انا وقفت على حاجه يعني صعبه جدا الحقيقه، احنا شايفينها بس انك تسمع الرقم او النسبه ما بين اولادنا وطلبه الثانوي يعني برضو حاجه مخيفه الحقيقه. يعني بنتكلم على 7.7% يا فندم من طلبه الثانوي العام والثانوي الفني بيتعاطوا مخدرات. كلمني على الرقم ده برضو، وانا ما كنتش عارفه ان احنا بنكشف على الاولاد في المدارس يعني، فكلمنا على الجزئيه دي. الحقيقة النسبة ما بين طلبة المدارس هي ما كانتش بناء على كشف عملناه، ولكن كانت بناء على بحث قام بتنفيذه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. أهم نتائج البحث إن يعني نسبة التعاطي ما بين طلبة مدارس الثانوي تقريبا حوالي 7%. لو هنبص على المدارس التعليم الفني الثانوي الفني، النسبة هتزيد وتصل إلى تقريبا 8.8%. هنا انا بتكلم على تعاطي، مش بتكلم على ادمان، ان هو بيكون جرب الماده بس ما المخدره احنا او مش بياخدها على عايزين قرار. الخطوة الأولانية دي اللي هي مسألة طبعا التجريب اللي توصل بعد كده يعني لا قدر الله. طب صحيح، هنا يقودنا بقى للمواجهة. اتفضل. لان مهم جدا نعرف ان تقريبا ما بين كل 4 بيتعاطوا في واحد ممكن يدخل في سكة الإدمان، وبالتالي هنا النسبة مش هتكون قليلة. في نفس الوقت برضو كمان حابب أقول نقطة مهمة جدا، فكرة التدخين ما بين طلبة المدارس الثانوي. احنا بنتكلم حوالي 12% من طلبة مدارس ثانوي مدخنين، ده برضو عنصر في غاية الأهمية. الرقم اللي بالنسبة لي لازم أتوقف عنده إن تقريبا 58% من مرضى الإدمان بيعيشوا مع الأب والأم، وده بيقول لنا الحقيقة ده جرس إنذار خطير جدا إن أسرة النهاردة دور الأسرة بيتراجع بشكل كبير، سواء على مستوى الوقاية الأولية أو حتى كمان على مستوى الاكتشاف المبكر. إحنا لما بنقعد مع يعني أب أو أم لمريض إدمان، بنلاقي إن المريض الإدمان عايش لفترات طويلة جدا مع الأسرة، يعني 9 و10 سنين، والأسرة مش دريانة، ما عندهاش إلمام بمحددات الاكتشاف المبكر كنا دايما بشكل زمان كبير. نقول لك اصل في تفكك اسري ممكن يكون من الاسباب، سفر الاب، غياب الام، انشغالها، لكن بتقولي ان هم يعني الدنيا مستقره وتمام بس الاسره مش واخده بالها. تواجد جسدي، تواجد جسدي بالظبط اكتر ما هو احتواء بشكل كبير. طيب لكن برضو كمان انا وحضرتك بترسمي خريطة مشكلة المخدرات في مصر، انا يهمني جدا ان انا اقول على رقم بالنسبة لنا هو رقم خطير، ازدياد المخدرات التخليقية السنساتيك كنت دراجز. أسألك عليه. هي ده بالنسبة لنا في غاية الخطورة زي الشابو والاستروكس وما الى ذلك. احنا كنا بنتكلم في 2020 كان تقريبا 7% من مرضى الادمان عندهم مشكله ادمان مخدرات تخليقيه. النهارده احنا وصلنا الى تقريبا حوالي 17% في 2021 من مرضى الادمان عندهم مشكله مخدرات تخليقيه. مخدرات تخليقيه سبب مهم جدا في الحوادث، تخلي البني بس ادم كده يشعر ان هو عنده جنون عظمه. النسبة قلت يا دكتور عثمان كده صح، من 27 ل 17 لا ولا ايه؟ انا لا فهمت يا غلط. فندم، احنا كنا 7% في 7 انا 2020، سمعتها 7. 7 بقينا 7. 7% بقينا 17، وبالتالي احنا زدنا بشكل كبير. المخدرات التخليقيه بتضرب العالم كله، بالذات بعد الكورونا، وان الطرق المتعارف عليها للتهريب كمخدرات بتهرب عن طريق المواني وما الى ذلك في مراحل الاغلاق. فابتدى العالم كله بشكل كبير يبتدي ان هو يشوف طرق للتصنيع المحلي، وللاسف ابتدت المخدرات التخليقيه مش بس في مصر لكن في كل دول العالم تزداد بشكل كبير. المخدرات التخليقيه هي سبب اساسي في العديد من الجرائم المجتمعيه مثل الامن الاجتماعي بشكل كبير. احنا شفنا حادث الاسماعيليه، الحقيقه ان المخدرات التخليقيه بتخلي الشخص عنده هلاوس سمعيه، هلاوس بصريه، بتخليه ان هو يرتكب الجريمه بدم بارد، وبيفتخر بالجريمة اللي هو بيرتكبها بشكل كبير. عشان كده احنا بالنسبة لنا، بالنسبة للعالم كله، المخدرات التخليقية هي يعني عدو يعني كبير جدا للسلم الاجتماعي في العديد بس من دول كانت العالم لفترة من بالتأكيد الفترات، من مصر. واعتقد ان المسألة دي اتغيرت، وده اكيد بيساعد حضراتكم برضو ويساعد الجهات الامنية ادراج المواد اللي هي التخليقية او المخدرات التخليقية دي في جداول المخدرات. فدي برضو قولي ازاي، ايه اهميتها، وازاي تساعدنا برضو كمان في حصار المسألة. طبعا ده مهم جدا، وطبعا في اللجنه الثلاثيه المشكله من وزاره الصحه ووزاره الداخليه ووزاره العدل وايضا هيئه الدواء،
دايما بيراجعوا كل جداول المخدرات بشكل مستمر. لكن انا هنا مش بس بيهمني فكره خفض العرض والجوانب الامنيه ومراجعه جداول المخدرات، انا يهمني دور الاسره انها تعرف يعني ايه خطوره المخدرات التخلقيه واثرها بشكل كبير. في نفس الوقت كمان الشباب يبقى عندهم وعي ب يعني هذا الخطر الداهم اللي بيهدد الشباب بشكل كبير، مش بس في مصر ولكن في العديد من دول العالم. خلينا اقول لحضرتك ان حادثه الاسماعيليه هي نموذج مهم جدا للتوعيه. احنا لازم يعني هو صحيح تهديد بالنسبه لنا، لكن لازم نبص لحادثه الاسماعيليه وتغير نمط الجريمه بشكل كبير كعبره للشباب وعبره لتاثير المخدرات التخلقيه على الجوانب النفسيه جنبا الى جنب مع الجوانب الصحيه. عايز اقول لحضرتك كمان ان معظم يعني اللي بيقع في مشكله المخدرات التخلقيه بنلاقي تشخيصهم تشخيص مزدوج، بمعنى ان هو عنده مرض نفسي بجانب الادمان لانها تسبب بشكل كبير الامراض النفسيه. خليني اقول لحضرتك ايضا بالنسبه لنا نقطه مهمه جدا، فكره ان المجتمع بيبص لمشكله المخدرات انها بتمس الولاد بس، لا، هي كمان مشكله المخدرات مش بس مشكله ذكوريه، لكن احنا في عندنا يعني عندنا مشكله ما بين الاناث. احنا تقريبا السنه اللي فاتت احنا تقدم الينا 140 الف مريض ادمان، منهم 6% تقريبا من السيدات، وبالتالي ايضا عنصر في غايه الاهميه لازم المجتمع المصري يدركه ويدرك مخاطره بشكل كبير.